السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل فكره سهله وبسيطه لرمضان، وكل سنه وانتم طيبين. اول حاجه هجيب طبقين بحجمين مختلفين وقطعه كرتون، هبدا ارسم عليها بقى دايره كبيره بالشكل ده، وكمان بالطبق الاصغر هبدا ارسم دايره تانية جواها، بس هخلي بالي احاول اوسطن الطبق كده، اخليه في المنتصف بالظبط علشان يديني اطار يكون متساوي بالشكل ده. تمام، بعد كده بقى هعمل الاطار دوت على قطعة فوم. انا هستخدم اللون اللبني، وكل واحد يستخدم اللون اللي هو حبه. طبعا انا سبت جزء كده من فوق ومن الجناب في قطعة الفوم، وانا هقول لكم ليه. اهو انا هسيب حوالي نص سنتي فوق ونص سنتي تحت وانا بقطع، علشان وانا بلزق قطعة الفوم على الكرتون الكرتونة ما تبانش. تمام، انا سبت اهو حوالي نص سنتي من جوه ومن بره بالشكل ده. تمام كده، ده الاطار اللي انا هستخدمه. تمام بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب دي باترونات لنجوم باحجام مختلفة. انا عندي نجوم اصلا كانت بالوان مختلفة واحجام مختلفة، فانا هستغلها، بس الباترون ده ان شاء الله هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. تمام، واي حاجة هستخدمها هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. هبدأ اعمل من النجمة الكبيرة 2، ومن النجمة الصغيرة 2، ومن النجمة الوسط 2 من اللون الذهبي. تمام، وافرغهم بقى بالشكل ده. وبكده بقى عندي 2 كبار و2 صغيرين و2 وسط. وكمان هعمل من اللون اللبني هعمل واحدة كبيرة، واللون الذهبي هعمل كمان واحدة وسط، علشان لما احطهم فوق بعض بالشكل ده يديني المنظر ده. انا عايزة اللونين يبقوا ميكس مع بعض. هبدأ بقى اعمل الزق الاطار ده على قطعة الفوم اهو، بصوا في المنتصف مش باين خالص، وفي نفس الوقت مدي قطعة الفوم صلابة ومتانة كده. كلمة بقى رمضان كريم دي انا شفتها من جوجل، اكتبوا رمضان كريم او كلمة رمضان كريم هيطلع لكم كذا شكل، انا اخترت الشكل ده وشفيته من على اللابتوب. بما اني شفاه بالرصاص ففكرت ان انا امشي عليه كده اثبته على قطعة الفوم وامشي عليه كده بالمقص، علشان الرصاص يطبع في الفوم بدل ما انا افرغه قطعة قطعة وبعدين اثبته على الفوم وتتهز مني وكلام من ده. الطريقة دي سهلت عليا جدا والحمد لله كانت طريقة ناجحة يعني. تمام، فانا مشيت عليه وهي واضحة بالنسبة لي، هي مش باينة قوي في التصوير، بس هي كانت واضحة جدا الكلمة بالنسبة لي. وهبدأ ان انا افرغها بالشكل ده. وبكده تكون الكلمة خلصت معايا. هبدأ بقى اجيب الاطار اللي انا عاملاه واثبت بقى. اهم حاجة ان انا اثبت الحاجة اللي هحطها عليه عشان اعرف مكانها بالظبط قبل ما الزق بالشمع بقى وتثبت والاقي الكلمة مهزوزة ومش مظبوطة خالص. الخطوة دي مهمة جدا قبل ما الزق او اعمل اي حاجة، ان انا اثبت الكلمات واعرف مكانها بالظبط. تمام، الزقها بقى بالشمع بمنتهى السهولة بالطريقة دي. وزي ما عملت في الكلمة هعمل في النجوم برضو، هظبطها كده الاول على الاطار علشان احدد بالظبط الاماكن اللي هتتحط فيها، وبعد كده بقى الزقها بمنتهى السهولة. هجيب بقى الطبق اللي حجمه صغير وهبدأ ان انا ارسم الهلال بالطريقة دي اهو، نص دايرة جواها نص دايرة، بس هرفع الطبق شوية. تمام، هبدأ افرغه بقى، وباللون الذهبي هثبت الهلال واعمل، بس انا هحاول يبقى اللون الذهبي اصغر شوية، فانا حاولت كده ان انا اقص من اللون الذهبي شوية علشان يبقى اصغر اهو،
قصيت منه حبة حلوين يعني علشان يبقى أصغر من لبني علشان اللون اللبني يوضح معايا. وكمان هستخدم الفوانيس الصغيرة دي، وهسيب لكم البطرونات طبعا. طبعا انا فرغتها بمقص يكون سنه رفيع او القطر الرفيع، ثبتها على الفوم بالجلو ومشيت عليها بعصاية شيش طاووق وفرغتها بالشكل ده. واللون الذهبي انا فرغت الجزء اللي في المنتصف، لكن اللون اللبني انا سبت الجزء اللي في المنتصف زي ما هو ما فرغتوش. تمام، وبكده بقى يكون الثلاث اشكال جهزوا معايا. اظبطهم كده وابدا الزق بمسدس الشمع كده جزء جزء. بعد كده بقى هجيب شريط ستان لونه لبني وهبدأ ان انا طبعا انا جبت اللون اللبني لان البروزة اللي انا عاملاه لبني بذهبي، اما انت بقى ممكن تستخدمي الالوان المناسبة ليك على حسب لون الاطار اللي انت عملتيه. وهبدأ احدد الاطوال كده اللي انا هحط فيها او هعلق فيها الحاجات دي الصغيرة دي. تمام بالشكل ده. خلي بالنا الستان الزقه يكون مقلوب بالطريقة دي علشان لما اعدله يكون بالمعدول. تمام، نخلي بالنا من التفاصيل الصغيرة دي. اهو انا عايزة النجمة اصغر حاجة فانا حطيتها في الاول، بعد كده عايزة الفانوس في المنتصف، احدد كده الاماكن بالظبط وابدأ الزق. وبرضو خلي بالي يكون في مسافات بين كل قطعة والتانية علشان ما يكونوش لازقين قوي في بعض، يكون مسافة ما بينهم كده كويسة. اهو شايفين بظبط كل حاجة الاول. والهلال برضو ثبته بالطريقة دي. خلاص هحط بقى قطعة شريط كده من فوق ستان، انا حباها تكون قطعة كبيرة علشان هعلقه في الابليج ف يقدر ان هو يخش في الابليج وكده. انا حطيت قطعة ستان برضو هلزقها زي ما قلت لكم بالعكس اهو. وكده الشكل يكون خلص معايا، وده شكله النهائي بعد ما علقته. شكله حلو قوي قوي وعجبني جدا وعجب البنات جدا، اتمنى يعجبكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في اعمال تانية كتير في رمضان. كل سنة وانتم طيبين.